السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقع في يوم الزيرو للاستثمار. الموقع بيعطينا 50% لمدة 24 ساعة. دي واجهة الموقع زي ما انتم شايفين، الموقع لسه في يوم الزيرو. المشتركين، مساهمات، المدفوعات. المدفوعات دي يا شباب ما بتبقاش مدفوعات اللي هي ايه، يعني مثلا اللي هو بيدفع في الإحالة، اللي مثلا اللي جايب إحالات أعلى فبيروح له رصيد فبيسحبه، فكده بيبقى ايه، بتتحسب مدفوعات، مش مدفوعات ان هو عدى عليهم وايه ومدفوعات، لا المدفوعات دي بتبقى عن طريق الإحالات. تمام يا شباب، هننزل تحت كده هنلاقي هنا دي أعلى ناس إحالات، وهنا الودائع في الموقع. هنيجي من هنا تحت تنزل شباب، بيقول لك الحد الأدنى من 25 روبل لـ50,000 روبل. دي أنظمة الدفع في الموقع. هنيجي من هنا شباب هنتسجل في الموقع. نيجي من هنا إنشاء حساب. التسجيل في الموقع سهل جدا، بتحط هنا الاسم وهنا الباسورد وقاعة الباسورد وهنا الإيميل، وتعمل تسجيل كده بقالك حساب في الموقع. هنيجي للدخول من هنا يا شباب، هنحط الاسم والباسورد ونعمل تسجيل دخول. اهو يا شباب بنحط الاسم والباسورد ونعمل تسجيل دخول. اهو يا شباب كده احنا في الموقع من الداخل. هنترجم كده باللغة العربية يا شباب. هنيجي هنا هنلاقي مكتبي اللي احنا فيه حاليا، دي صفحة الحساب بتاعتنا. من هنا الاستثمار، بس اول ما تخش يا شباب خشوا على اول حاجة الاعدادات عشان تظبطوا المحافظ بتاعتكم. اهو يا شباب تيجي من هنا رقم محفظة الباير او البرفكت ماني او اي محفظة، المحافظ بتاعتكم بتحط رقم المحفظة وبتعمل تسجيل كده، المحفظة بتتسجل. تمام يا شباب، بعد كده بنخش على السحب من هنا. تختار من هنا النظام بتاعك اللي انت مسجل بيه، وبتعمل بتحط هنا المبلغ وبتعمل طلب سحب بيوصلك على طول. بنيجي من هنا رابط الإحالة بتاعنا او من هنا الدعوات. دي هنا الإحالات، اهو رابط الإحالة اهو يا شباب. ومن هنا اللافتات لو انت عندك بنار او اي حاجة، عايز لو انت عندك مدونة او موقع تحط عليه لافتة من هنا. هنرجع تاني للاستثمار يا شباب، هنحط 50 روبل في الموقع تجربة. هنيجي من هنا نحدد بنك الباير، وهنيجي من هنا نحدد 50، وهنعمل اعلى ما يصل اليه. هنقول له تمام. هنحدد الروبل، هنقول له تمام. اقل حاجة يا شباب في الموقع ده للايداع 25 روبل. كده يا شباب الوديعة بتاعتنا بقت تحت اهي. هنخش كده على المكتب بتاعنا اللي هي الصفحة الرئيسية. اهو يا شباب هنا 50 روبل بتاعتنا اللي احنا اودعناها، وهنا هتتنقل هنا للسحب، وبعد كده ان شاء الله هنسحبها هتبقى هنا زي ما انتم شايفين كده. اه يا شباب، وبكده يكون انتهينا من الشرح، وان شاء الله اول اثبات سحب هنعمله هنزل لكم الفيديو بيه. وبكده يكون انتهيت من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله.